رجعنا مع حضراتكم وانضم لينا للبيت الكبير واحد من اهل البيت، واحد متعودين يكون معانا كل يوم ثلاث، الاستاذ والناقد والصديق عمر البنوبي. عمر منورنا ومشرفنا دايما. نور كابتن هاني، انا متشرف بوجودي مع حضرتك وعلى قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا عمر. اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الشامبيونز ليج والمصريين في الشامبيونز ليج والاوروبا ليج، وازاي المصريين بداوا مشوار على الساحه الاوروبيه من خلال بطولات اوروبا. قبل ما اتكلم معاك في دوت، في تقرير عن بدايه ومشوار المصريين المحترفين في البطولات الاوروبيه، نشوفه ونرجع نكمل حوارنا مع عمر البنوبي. صنع محمد صلاح اسما وسمعة رائعة للاعب المصري في الدوريات الأوروبية الكبرى بالمشوار الاستثنائي الذي يعيشه الآن مع ليفربول الإنجليزي الذي حصد معه كل البطولات وأصبح أحد أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم. ولكن ماذا عن مرحلة ما قبل محمد صلاح؟ بدأت القصة في العام 1990 حين جاء المشاركة المصرية الأولى في تاريخ البطولات الكبرى للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتحديدا في مباراة إشبيلية الإسباني وباوك اليوناني على ملعب رامون بزخوان يوم 18 من سبتمبر من العام 1990 ضمن منافسات الدور الأول لكأس الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت مشاركة الثنائي مجدي طلبة وإبراهيم حسن بقميص النادي اليوناني الكبير. ثم توالى الظهور المصري بمشاركة الثلاثي هاني رمزي والتوأم حسام وإبراهيم حسن مع نيوشاتل زاماكس السويسري ضد العملاق الاسكتلندي سلتك، والفوز التاريخي بالخمسة لفريق الفراعنة وبرباعية سجلها حسام حسن في كأس الاتحاد الأوروبي عام 1991. 30 لاعبا مصريا شاركوا في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي خلال 30 سنة السابقة، ولم يشارك سوى 10 لاعبين فقط في دوري أبطال أوروبا، يتقدمهم أمير المحترفين هاني رمزي مع كايزر سلاوترن الألماني عام 1998، وهو أيضا واحد من 3 لاعبين فقط في تاريخ مصر شاركوا في 3 بطولات أوروبية كبرى هي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأوروبي التي تحول اسمها إلى الدوري الأوروبي، وكذلك كأس الانترتوتو. مشوار طويل للمحترفين المصريين في أوروبا، توجه محمد صلاح بالفوز بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وينتظر المزيد. وننتظر المزيد ان شاء الله، ننتظر المزيد يا عمر من لاعبتنا ان شاء الله في بطولات اوروبا. لكن بصراحه احييك واحيي طبعا فريق الاعداد على الماتيريال اللي جايبينه، يعني شفت اول مره بصراحه نشوف مجدي طلبه وكابتن حسام في باوك. ده كان مباراه باوك مع اشبيليا، اشبيليا الاسباني بالظبط، في فيرست راوند بقى في يويفا كاب، وده كان اول ظهور في تاريخ المصريين في البطوله دي، يعني اول مشاركه مصريه في تاريخ اليويفا كاب كانت مع باوك اليوناني. كان موجود هناك كابتن مجدي طلبة بالأقدمية في الوصول لباوك، يعني هو راح قبل كاس العالم بموسم، والتوأم كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن كانوا موجودين معاه في الموسم ده. يمكن كابتن حسام حسن ما كانش محظوظ لانه ما شاركش في اول سنه معاهم، كان عنده اصابه. اللي شارك في المباراه دي كان كابتن مجدي طلبة وكابتن ابراهيم حسن. يمكن المباراه دي كانت قدام اشبيليا في اسبانيا، يعني ابراهيم حسن لعب ده كان يويفا كاب قبل كابتن حسام بالظبط، قبله بموسم. طب كويس برضه عشان في واقع كده هحكي لك عليها يمكن تبرد نار شويه. لا ده في كمان في معلومات كتير هنقولها بخصوص الترتيب ومين اول وبدات ازاي والحكايه، لان يعني احنا النهارده مركزين على بدايه المشوار، مشوار المصريين في البطولات الكبيره في اوروبا بدا ازاي. يمكن ماتش سيفيا وباوك ده كان له قصه، هو كان السيزون اللي قبله يعني ده بنشوف كمان ماتيريال اهو، ده باوك بتعرض اول مره، ده باوك كابتن مجدي طلبه وحاجات من الماتش بتاع سيفيا وماتش باوك. الماتش الاول خلص 0-0 في اسبانيا، وكانت مباراه صعبه. هي المباراه دي العوده يا عمر، هي المباراه دي الذهاب، دي كانت الذهاب، دي
نقاط من الذهاب. 0-0 في رامون سانشيز بيسخوان ملعب سيفيا، ويمكن كان اول ده اول ظهور. المدرب كان مدرب هولندي اسمه روب ياكوبس، وهو اللي كان اختار كابتن مجدي طلبة للعب في باوك، وهو كمان اللي جاب التوأم حسن بعد كده. في الوقت ده كانت جديده ان هو باوك كان بقاله فتره ما لعبش بطوله اليويفا كاب، كان قبلها لعب قدام بايرن ميونخ، لعب قدام نابولي بجيل مارادونا في السنين اللي قبلها، لكن قبلها بسنه ما كانش، يعني كان غايب بقاله فتره عن اليويفا كاب. وصلت بقى في الماتش العوده، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي. ابراهيم ده بالظبط رايح يلعب طبعا. يلعب بينالتيز بقى، لانه خلص 0-0 برضه في اليونان. ضربات الترجيح. وهنا زي ما احنا شايفين يعني كابتن ابراهيم حسن سجل الحمد لله سجل، لكن كابتن مجدي طلبه ضايع. كابتن مجدي طلبه ضايع، هو اللي ضايع. هنا بقى وقعه، وده جزء يخص كابتن مجدي طلبه، وهو واحد من الناس برضو اللي عمل التاريخ رائع مع النادي الاهلي ومع المنتخب الوطني طبعا. لما لعب الكوره اللي جايه اللي احنا بنشوفها دي وضاعت، وبعدها سيفيا سجل وصعد. يعني دي كانت اخر دي كانت اخر ضربه لباوك، اخر ضربه لباوك هتضيع بشكل غريب جدا. يا نهار ابيض، خبطت في العارضه فوق ونزلت وطلعت بره. يعني كان ممكن تخبط في العارضه ونزلت تدخل جوه. حظه سيء جدا. يعني حتى هو كان مش مصدق انها ضاعت. يعني هي ممكن تخبط وتخش جوه، يمكن المفروض تخبط في العارضه تدخل جوه، لا طلعت بره. طبعا دي من الكور اللي هي ايه بقى اللي الجمهور ما ينساهاش. بعد الواقعه دي يمكن علشان كابتن مجدي طلبة عمل اسمه شعبيه كبيره جدا في اليونان، ده في باوك تحديدا، جمهور باوك كان يحبه جدا. فوصلت هو كان معاه زميله من اللعيبه اللي هم بقى ايه عينيه ملونه وشعر اصفر وبتاع، فبيقول له احنا ما عرفناش نخرج من الملعب بعد الماتش، وانت اللي مضيع ضربه الجزاء الجمهور بيخرجك ويروحك لحد البيت عادي. بيقول له وانا احلى منك، انا حتى شكلي احلى منك. قال له كان بيهزر معاه، قال له انا احلى منك، الجمهور بيحبك انت كده ليه يعني. لا لغايه دلوقتي محبوب جدا كابتن بالظبط. دي حقيقه يعني، حتى في زيارات لليونان في اي مكان في اليونان، مش بس سالوناكي اللي كان فيها نادي باوك، لا في اي مكان في اليونان لما يعرف انك مصري سالك عن كابتن مجدي طلبه على طول يعني. فالحقيقه في الفتره دي كانت البدايه، وما كانتش البدايه سهله، لانه كمان باوك في الوقت ده كانت خصم له نقاط في اول الموسم، مباراه انسحب فيها بسبب التحكيم، وكان ممكن ينافس على الدوري لكن ما نافسش، وقدر ان هو يتاهل في نهايه الموسم لليوروبا ليج. يمكن قصه كمان الجميله انه لما جه روب ياكوبس يتعاقد مع كابتن مجدي طلبه، هو كان بيلقى معامله فنيه سيئه في الزمالك، يعني كان بيستبعد مع المدربين قبل ما يروح باوك. فلما راح يتعاقد معاه، ف فولينوس كان رئيس نادي باوك وقتها، فبيقول له اشمعنى اللعيب ده يعني؟ قال له ده انا شايفه هيبقى مارادونا في اليونان. قال له لا انا مش مقتنع لعيب من مصر، احنا ما فيش لعيب من مصر جه قبل كده هنا، وبالمناسبه ما كانش في لعيبه افارقه بتروح اليونان في الوقت ده برضه. يعني من اوائل الافارقه كمان، تجربه غريبه جدا بالنسبه له. فقال له فالروب ياكوبس كان مقتنع قوي بقدرات كابتن مجدي طلبة، فقال له قال له رئيس النادي، قال له بص انا هشتري على حسابي، هدفع انا الفلوس، بس بعد اول سيزون هاخده سواقه في هولندا. فرجعوا في كلامه وقالوا طب خلاص ماشي، لو انت واثق فيه قوي كده مفيش مشكله. الدرجه كان عنده ثقه كبيره جدا، هو شافه في معسكر في رومانيا واصر على التعاقد معاه يعني. بعد كده توالت المشاركات. يمكن في الوقت ده كان السنه اللي بعدها التوأم حسن 91 توأم حسن سابوا باوك، راحوا نيوشاتل اكسامكس، وكان حضرتك موجود هناك سبقتهم بعد كاس العالم على طول. هم قضوا فتره في باوك الاول، ومن هنا جت المشاركه في اليوفا كاب. لكن السنه اللي بعدها برضه وقعه في الويفا كاب، كابتن مجدي طلبه من الوقائع بقى الغريبه شويه، انك تبقى هو كان اهم لعيب فرقه باوك، ودي حقيقه في الجيل ده، فتعرض لاصابه في لعبه ماتش ذهاب مع ميخلن البلجيكي، خلص 1-1 في اليونان، وماتش العوده هيبقى في بلجيكا. فهو كان ركبته طرقعت كده في اخر الماتش بتاع الذهاب، ماتش خلصان 1-1، فمش هينفع يلعب، مش هيلحق ركبه ورمت، والماتش بعديها مفيش اسبوع، والموضوع بقى صعب جدا. كان المدرب اعتقد بلازوفيتش كان صربي، ووقتها وهي دي اللقطه يعني، اصر ان هو ياخد كابتن مجدي طلبه معاه. كان في لعيب ساعتها راح لكابتن مجدي طلبه، شوف هو اول ما نزل هنا نزل في الدقيقه كام؟ 82، 8 دقايق بس نزلهم، هو اللي عمل الكره اللي جاب منها الجول ده يعني. وكان عنده، وكان ماتش 1-1 وكان مصاب ركبته ورمه، والمدرب صمم ياخده مع بلجيكا، ونزل اخر 8 دقائق ولقى الماتش خلاص هيهرب منه، ما هو كده ميخلن يصعد لو خلص 0-0 لانه في بلجيكا. فقال له قال له قوم سخن، قال له بقول لك ركبتي ورمه، قال له قوم اقف في الملعب مش عايز منك حاجه تاني. نزل في اللحظه دي زي ما شفنا،
نزل عمل الكوره اللي جه منها الجول وهنا اتعمل له انفراد، شوف مش قادر يجري، مش قادر عشان الركبه بالظبط يعني. هو حتى هو سريع جدا المدافع عرف يلحقه رغم ان هو كان هو سابق المدافع بكتير، هو اي حد مش قادر هو مش قادر يقوم. وفي المشهد ده حصل واقعه قبلها جميله جدا، هو خلاص هم عارفين انه مش هيقدر يلعب، فلعيب من زمايله قال له لا شوف انت رايح النهارده، كان الماتش يوم الحد والاصابه حصلت له يوم السبت اللي قبله، قال له هترايح حد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعه هتتمرن معانا السبت التمرين الخفيفه بتاعت الماتش. قال له هتنزل الحد عشان يوم الحد نرجع وفي فلوس في جيبنا مكافئات. قال له مش هينفع، وبالفعل عندهم ثقه كبيره جدا، عندهم ثقه كبيره جدا فيه، وده مش من فراغ يعني، هو قدم مستويات حقيقه هايله جدا هناك طبعا. فدي برده من الوقائع اللي كانت غريبه شويه في اليويفا كاب لمشاركات المصريين في بدايتها يعني، وقدر انه صعد بالفرقه. والسنه اللي بعدها كان هو كابتن باوك في اليويفا كاب، واول كابتن مصري كابتن لفريق في اوروبا بيلعب يويفا كاب، لعب قدام باريس سان جيرمان مباراه وكان كابتن الفريق في المباراه دي، لانه على فكره الكابتن في الوقت كان بالانتخاب برده، مش دايما الكابتن بالاقدميه في اوروبا، في أوروبا كل فريق له عاداته صحيح. اما بالاقدميه اما بالانتخاب باختيار او باختيار المدير الفني. طب بالظبط والانتخاب كمان كان بيبقى ثلاث كباتن، اللعيبه بتنتخب ثلاث كباتن بالزبط. للفرقه، فهو كان من الثلاث كباتن اللي اللعيبه انتخبتهم وكان كابتن الفرقه في اليوفا كاب. ده فيما يخص المرحله اللي بعدها بقى، مين صاحب اول هدف للمصريين في بطولات اوروبا؟ سؤال ليا تفتكر؟ ده انت لعبت الماتش ده. ابراهيم حسن في فلوريانا المالتي، ده كان مع نيو شاتل اكساماكس في بطوله يويفا كاب 91. الحقيقه هو الهدف ده يعني، الحقيقه معانا على الشاشه حتى حضرتك بتحتفل هناك. كان في زاماكس وكان في نيو شاتل، كان في نيو شاتل لانه هو سجل هناك هدف واتلغى، لكن في الماتش بتاع العوده كسب نيو شاتل 2-0 وهو كان سجل الهدف الثاني اللي هو الهدف ده. يعني الحقيقه ده اول هدف في تاريخ المصريين في بطولات اليويفا كاب سجله كابتن ابراهيم. حلو قوي، انا ما كنتش فاكر، بس انا اكيد اللي انا بجري انت اللي بتجري وراه بالظبط كده بالظبط. فده اول هدف في تاريخ المصريين في اليويفا كاب. البطوله دي كانت مميزه جدا لان هي البطوله اللي حولت المسار التدريبي بتاع راي هودجسون من مدرب بيدرب في السويد، بيدرب في سويسرا، لسه بيبتدي مشواره الكبير في التدريب، انه هنا كانت نقطه تحول، لانه بعد المباراه دي تاهل بعد على فلوريانا المالتي، كان في ماتش سيلتيك. ماتش سيلتيك من الماتشات التاريخيه بالنسبه للكره السويسريه كلها طبعًا. على مر تاريخها، انه ازاي فريق نيوشاتل اللي الناس مش متوقعه انه هيحقق حاجه في السنه دي في بطوله اوروبا، هو ما كانش الفريق بطل الدوري طبعًا. لانه كان جراس هوبرز بطل الدوري وقتها، انه يكسب سيلتيك 5-1 في يويفا كاب. وسيلتيك في الوقت ده كان كله لعيبه دوليه، كلهم لعيبه منتخب اسكتلندا، كان الحارس المرمى باد بونر اللي قبلها بسنه كان بيلعب كاس عالم مع ايرلندا ضد مصر وما قدرش منتخب مصر يسجل فيه، يقدر ده طبعا التوأم ده في باوك يعني اعتقد عارف اني حسامه مين ابراهيم؟ اعتقد كابتن ابراهيم اللي على الشمال لوحده، واللي قريب كابتن ابراهيم كابتن مجدي اللي على يمين كابتن مجدي بالظبط كده بالظبط، وحسام اللي على الشمال اللي على الشمال. الفوز على سيلتيك 5 ده بدايه مجد روي هودجسون التدريبي، انه يعدي سيلتيك 5-1 ثم يوصل لريال مدريد يكسب. طب اقول لك حاجه يا عمر، ده مشوار طويل وليه حكايات كتير، بس معانا طبعا نجم على السكايب جيمي كارتر طبعا معانا عشان نتكلم معاه كمان، هو طبعا النجم الكبير لليفربول والارسنال ومحلل رياضي، فعايزين ناخد رايه ويكون شرف لينا يكون متواجد معانا. كابتن اقول له مستر ولا كابتن؟ واحد مستر جيمي، بنرحب بيك في قناه النادي الاهلي، اهلا بيك. Very nice to have you. سعيد جدا لان اكون معكم في مصر من لندن. اهلا بيك معانا، وطبعا احنا عارفين نجم من نجوم البريمير ليج، لعب في الارسنال ولعب في ليفربول، وطالما بنقول ارسنال وليفربول عايزين نعرف رؤيتك الفنيه لمباراه الارسنال امبارح او ليفربول وارسنال امبارح وفوز ليفربول 3-1. نعم، اعتقد ان ليفربول كانوا مميزين جدا وكانوا عظماء للغايه، وكان هذا ماتش او مباراه صعبه بالنسبه لارسنال، وهي واحده من المباريات الهامه في البريمير ليج وواحده من اهم مباريات البطوله. ولكن السؤال هو
كيف يمكن أن يتخطى أرسنال هذه الصعوبة ويلعب مع ليفربول؟ ولكن في النهاية ليفربول كانوا هائلين للغاية وكانوا لم يكونوا متقدمين في البداية، ولكنهم استطاعوا أن يتقدموا بعد ذلك، وكان لديهم عزيمة كبيرة للفوز في النهاية، وكانت مهمة صعبة وكان بمساعدة بالتأكيد محمد صلاح. كانت مباراة هائلة وسوف تكون سطر هام جدا في البطولة وكان يستحقونها. طبعا احنا عارفين ان كمان هيكون في لقاء قريب جدا، يمكن بعد بكرة اعتقد لقاء في الكاس، رابطة الاندية المحترفين كاس انجلترا، ايضا ليفربول والارسنال. فاعتقد او ممكن يكون تأثير هزيمة الارسنال، ممكن يكون النتيجة دي ليها تأثير على مباراة الكاس، ولا انت شايف ان مباراة الكاس بتكون ليها حسابات اخرى وممكن الارسنال ممكن يعمل نقدر نقول مفاجأة ويخرج ليفربول من كأس انجلترا؟ اعتقد ان ذلك سيعتمد على خطة المباراة وايضا الطريقة التي سيلعبون بها. أعتقد أنهم سيعتمدون على مجموعة من اللعيبة وسيكون هناك خطة مختلفة، سيحاولون اللعب بطريقة مختلفة ربما ويعطوا بعض اللعيبة فرصة. وأرسنال أيضا لديهم مباراة يوم السبت، وجميع الفرق ستحاول أن تنتهز كافة الفرص المتاحة، واعتقد ان الاولوية هو البريمير ليج بالنسبة لهم. بالتأكيد الكأس هام، ولكن الدوري الانجليزي بالنسبة لهم ربما يكون اهم، فسيضعوا ايضا كافة جهودهم في هذه المباراة. متابعته طبعا للبريمير ليج وخاصة الأرسنال، زي ما اتكلمنا خروج النني الموسم الماضي وإعارته لبعض الأندية، والعودة محمد النني تاني لصفوف أرسنال، أعتقد كانت عودة شايفين عودة إيجابية، ونشوف تقييمه لأداء النني قبل طبعا الإعارة وعودته هذا الموسم مع بداية موسم جيد جدا للأرسنال. أعتقد أنه من المنصف أن أقول أنه من قبل أنني كان يحاول استيفاء بعض المتطلبات، وكان يحاول ربما كانت أيامه في أرسنال لم تكن كثيرة ولم تكن هناك لديه الكثير من الفرص، ولكن لعب مباريات هائلة في الفترة الأخيرة ولعب مباراة هامة جدا ولديه موهبة كبيرة جدا، فأعتقد أنه قد يحرز نتائج هامة جدا مع الأرسنال لتحتفظ به الأرسنال، إلا إذا كان له بعض الأولويات الأخرى. ربما لن أفاجأ إذا تم بيع النني أو تم تبديله مع لاعبين آخرين وفقا لمتطلباته وأولوياته. سؤال أخير، شايف طبعا الأسابيع الأولى احنا في الأسبوع الثالث من البريمير ليج، لكن بدايات البريمير ليج السنة دي ظهور إيفرتون بشكل أكثر من رائع مع أنشيلوتي، ظهور دلوقتي ليستر سيتي كمان متصدر ثلاث لقاءات بتسع نقاط، رؤيته إيه للبريمير ليج السنة دي؟ هل هيكون في فارس من الفرسان زي إيفرتون ممكن يكون ليه يعني ليه نصيب كبير جدا في المشاركه مع طبعا التوب 5 او التوب 4 اللي متعودين عليهم في البريمير ليج؟ رؤيته للبريمير ليج، بدايات البريمير ليج شايفها ازاي من خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا؟ اعتقد ان البدايه كانت مثيره للغايه. بالتاكيد ليفربول فازت بالعديد من الماتشات من المباريات، وليستر ايضا، فهو من كان مثير للاهتمام رؤية الفرق الكبيرة تحرز التقدم وتحرز هذه النتائج وتحاول الوصول لبعض
المستويات، مستويات الفرق المختلفة. وهناك 97 نقطة تقدموا بطريقة مذهلة، وهو من المهم لكافة الفرق أن تحاول الوصول إلى هذا المستوى. ليفرتون وليستر حاولوا أن يحرزوا تقدم كبير وأن يبدأوا بدايات هامة جدا، وقد استطاعوا أن يسطعوا في سماء الكرة الإنجليزية في السنوات الماضية، وأيضا جوتر استطاع أن يحرز نتائج هائلة جدا. فبالنسبة لي ليفربول هو الفريق الأهم، وتشيلسي أيضا يعني قدم الكثير من المباريات الهامة جدا، وربما يحاول أن يستثمر الكثير من الأموال في الفترة القادمة لجذب المزيد من اللعيبة، ولكن في النهاية ليفربول أحرز نتائج هامة جدا. وأيضا أرسنال كان متأخر عن ليفربول، ولكن لا أعتقد أن هذه الفجوة كبيرة جدا، فسيحاولون ربع الصدع وسيحاولون تقليل هذه الفجوة في الفترة القادمة، وبالنسبة لي فهي ليفربول. ده على مستوى القمة، على مستوى الصاعدين من الشامبيونشيب، خاصة بروميتش وست بروميتش ووجود أحمد حجازي وست بروميتش، ثلاث مباريات نقطة واحدة. شايف ايضا حظوظ حجازي مع ويست بروميتش في البريمير ليج السنه دي عامله ازاي؟ اعتقد انه لاعب جيد، لديه مواهب وهو له بديان هائل وله مهارات عاليه للغايه، فهو مدافع جيد جدا ولديه خبره، والان يلعب في بطولة هامة جدا، فالكرة في ملعبه كما يقولون، وعليه أن يثبت نفسه في المباريات القادمة، وسيقدم مباريات، أعتقد أنه سيقدم مباريات هامة جدا، فأنا أستمتع بمتابعته في الملعب. فحجازي أحد اللاعبين الذين يثيرون الاهتمام، وهو مثير للاهتمام منذ بداية المباريات. سؤال أخير عدم الإطالة، لازم نتكلم على تريزيجيه وأحمد المحمدي في طبعا أستون فيلا. شايف يعني تريزيجيه طبعا بعد الأداء الجيد السنة اللي فاتت، وتوقعاته لأداء تريزيجيه والمحمدي ودورهم الكبير في أستون فيلا السنة دي؟ أعتقد أستون فيلا كان لديهم موسم صعب للغاية، واستطاعوا بالكاد أن يمكثوا في البريمير ليج، ولكن كلا اللاعبين هما لاعبين جيدين ولديهم إمكانيات ومهارات عالية، وكما نرى أستون فيلا يتقدم في البريمير ليج وبدأ بداية جيدة، وهو لاعب جيد، وأعتقد أن سيكون لديه موسم جيد. أعتقد أنه سيكون ربما في الوسط أو أعلى بقليلا في هذا الموسم. جيمي كارتر لاعب الأرسنال ولاعب ليفربول والمحلل الرياضي الإنجليزي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجد حضرتك معنا في قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا. أشكركم شكرا جزيلا، إنه من دواعي السرور. شكرا. يعني كل المحللين الرياضيين لسه طبعا، اكيد البريمير ليج مشوار طويل جدا، بس خلينا نكمل، مش هنخش البريمير ليج على طبعا الاول للمصريين، وشفنا كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وكابتن ابراهيم حسن كان اول لاعب مصري بيحرز هدف سجل في الويفا كاب. يعني بعد ده كان في مباراه سيلتك، طبعا مباراه سيلتك 5-1 فوز كبير لنيو شاتل. بعد كده جه ريال مدريد كانت مواجهه طبعا صعبه قوي. طب انا اقول لك حاجه سريعه، مباراه سيلتك ده حصل فيها برضو من كواليس، ولازم طبعا يعني الكابتن يعني كسبنا 5-1 وكان كابتن حسام احرز 4 اهداف. فطبعا نكسب سيلتك 5 ويعني بالمناسبه ده كان على فكره كبير. اول مباراه لكابتن حسام حسن في الويفا كاب ويجيب سوبر هاتريك، وده مسجل في تاريخ الويفا. طبعا قصه ثانيه. يعني كلنا خارجين مبسوطين جدا، وانا بحضن حسام ولقيت ابراهيم شادد كده خارجين الملعب، بقول له ابو خليل مبروك،
قال لي حسام جاب 4 وانا ما جبتش ولا جول. فقلت له يعني ان شاء الله الماتش الجاي ابراهيم. عندهم اصرار وحماس كبير جدا حتى على مستوى التحدي بينهم ومن بعض. يعني من الكواليس الظريفه الواحد بيفتكرها طبعا سنين طويله جدا. وصل يعني المباراه اللي بعدها فعلا جاب جول يعني. ده حصل يعني كان جاب جونين. لا ده مهاجمين زي ابو اياب. عايز اقول لحضرتك انه انا بمناسبه هنحكيها يعني. طبعا. المباراه اللي بعدها وهو ده كان يعني موسم 91 اللي كان شاهد بقى وجود كابتن مجدي طلبه في باوك بيلعب برضه يوفا كاب، نيو شاتيل بيلعب يوفا كاب، في ثلاث لعيبه مصريين مش لعيب واحد ولا اثنين. ودي كانت البدايه. لما جت ماتش ريال مدريد اعتقد ان هو كان اقوى مباراه في الفتره او في المرحله دي للعيبه المصريين المحترفين بره، انه ثلاث لعيبه مصريين لسه مخلصين كاس عالم وفجاه يلاقوا نفسهم بيلعبوا ريال مدريد بفرقه كان فيها هاج، كان فيها لويس انريكي كان لسه طالع صغير، فرناندو هيرو كان في الدفاع، فرانسيسكو بويو كان حارس المرمى، بوتراجينيو كان فيرويد ريال مدريد ومنتخب اسبانيا وكان مسمى جولدن بوي في الوقت ده، ونيوشاتيل كمان الملعب بتاعه اللي هو مالاديير ده صغير ومفروض انه كان بياخد 16000 اعتقد مشجع في المباراه دي، ركبوا مدرجات زياده بالظبط شالت 20000 مشجع في اليوم ده. المفاجاه الاكبر انه نيوشاتيل يكسب ريال مدريد ذهابا 1-0 بهدف كابتن ابراهيم حسن، هدف رائع يعني كان صراحة. هدف رائع اعتقد يعني الهدف لو معانا ويتعرض يعني اعتقد لو اتكررت كتير صعب انها تيجي بنفس الدقه بنفس القوه. فاول من بره ال 18 وانا يعني فاكر اللقطه كويس قوي. ابراهيم مش متعود يشوط كور ثابته من بره ال 18 يعني هو ابراهيم رجليه كويسه وجامده بس عمليه ان بيحطها ويلفها وتروح فعلا زي ما بيقولوا كده في الثمانينات كان هدف رائع. ورد فعل كمان ابراهيم لو يجيبوا الهدف طبعا مش مصدق نفسه اكيد وكان ناقص ياخد الجهاز ويخرج بيه بره الاستاد يعني، فكان هدف رائع بصراحه. دي حقيقه لكن بقى في مباراه العوده سجل هدف في نفسه للاسف بعد شوط اول 0-0 ويعني كانت برضو مفاجاه. احكي لك انا بقى الكواليس ديت يعني معلش احنا طبعا رحنا المباراه يعني خلاص يعني رايحين نلعب ريال مدريد واحنا عارفين ان هو في مدريد الموضوع بقدر الامكان نخلي المباراه 0-0 يعني ما نطلعش بفضيحه يعني، فكان عندنا امل ولقينا الشوط الاولاني خلص يا عمر 0-0 فقلنا يعني هنعملها ولا ايه؟ هنعملها ولا ايه؟ بالظبط يعني احنا خارجين خلاص 0-0 بين الشوطين طبعا كلنا متحمسين وبتاع، فنزلنا الشوط الثاني للاسف اتغلبنا 4-0. انت احكي وانا اقول لك بقى هدف يعني كان الهدف الاول الهدف الاول جابه كابتن ابراهيم حسن بالظبط يعني جاب جونين في ريال مدريد. ده الجون اللي جابه اللي هو ده هدف بتاع مباراه الذهاب يعني الحقيقه فرحه طبعا عارمه كان ناقص ياخد الجهاز يعني طبعا اعتقد ده ابن فاكينيتي كان معاكم في الجهاز الفني ايريك يعني هي كرة صعبه جدا بصراحه محطوطه في حته صعبه جدا وما تتكررش في زاويه كمان بعد كده دي يعني الكوره رايحه في مقتل وبعدين فرانسيسكو بويو مش حارس مرمى صغير ولا حاجه لا يعني هو بيتكلم بص صعب صعبه جدا يعني كوره اصعب ما يمكن. وبعدين فكره ان انت تاني يوم الصحافه تكتب عنك ابراهيم الكبير يسجل في ريال مدريد وان نيو شاتيل كسب ريال مدريد يعني حاجه لا انا شايفها يعني حاجه كانت طبعا كانت اجواء مختلفه. فاعتقد ان لعيب صغير كمان يبتدي حياته او مشواره الاحترافي في اجواء زي دي وياخد فرصه الاحتكاك قصاد النجوم الكبار دول وفريق بمستوى ريال مدريد تبقى حاجه مختلفه. صحيح. يمكن بالمناسبه قريب انا شفت من شهرين تقريبا لقيت التلفزيون السويسري وقت كورونا عامل استفتاء بيخير الجماهير ان زعل لكم ماتش ايه من الماتشات الكبيره في تاريخ الكره السويسريه، ماتش سيلتيك 5-1 ولا ماتش ريال مدريد 1-0 يعني فعلا يعني انا شفتها دي على التلفزيون السويسري يعني اتبسطت يعني حسيت ان برده اجتهاد اللعيبه المصريين خصوصا لما يكون كمان ولاد نادي الاهلي وحضرتك كنت اول واحد اعتقد في نيوشاتيل مع روي هودجسون وكان مدرب كبير فرصه كانت طبعًا. حاجه كويسه يعني فاعتقد ان هي المشاركات دي كانت حاجه قويه جدا جدا في بدايه ظهور اللاعبين المصريين في اليويفا كاب. بس بالنسبه للكابتن ابراهيم حسن لما جاب الجون في نفسه قعد يبص لك كتير قوي مصر بقى ابراهيم قعد يبص لي ويضحك ما انا سالته بعد الماتش قال لي بص هاني انا اول ما جبت جون والجون احنا كنا بنلعب بالليل يعني المباراه كانت بالليل فقال لي اول ما هو الكره اتلعبت فجاي يرجعها للجون لا حطها جت في الجون فقال لي احنا بنلعب بالليل قلت له كنا بنلعب بالليل قال لي فجاه لقيت الشمس طلعت قلت له ازاي يا ابراهيم قال لي والله اول ما الكره جت جون حسيت ان الاضاءه طفت والشمس طلعت قعد يا عيني طبعا يعني كان شوك بالنسبه له وقال لك احنا 0-0 والماتش ماشي وبندافع وهو كان عامل ماتش هايل ف
فطبعا كوره غصب عنه، فطبعا اللفظ ده قلت له لا، قال لي انا بدت بالظبط دقيقه حسيت ان النهار نور لا. وانا مش عارف انا فين ومش مركز لغايه، فطبعا ما يعني فوقنا ودخلنا المباراه تاني. بس طبعا كان مباراه صعبه يعني، جابوا جون وبعد كده ثلاث اجوان بالظبط، وهاجل اعتقد كان متالق في المباراه دي وسجل هدفين اعتقد او هدف. يعني هي دي كانت يعني ملخص البدايه بتاعه المصريين في بطوله اليويفا كاب، ازاي بدا اللعيبه المصريين يظهروا في البطولات الاوروبيه الكبرى ومشاركه بقى اول تشامبيونز ليج. تعالى قبل نتكلم على التشامبيونز ليج، احنا كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن رادي الجعيدي طبعا ده اللاعب التونسي العظيم وصاحب تجربه مهمه جدا، تجربه احترافيه مهمه جدا، وكنا معانا الاسبوع اللي فات وبيقول عنده مباراه مهمه جدا والبلاي اوف صعود للبلاي اوف. هو دلوقتي معانا على سكايب كابتن رادي، بنرحب معانا على التليفون. كابتن رادي بنرحب بحضرتك في قناه النادي الاهلي، اهلا بيك. السلام عليكم عمار وداني، اهلا بيك كابتن راضي. يعني تجربه مشرفه للمدربين العرب في امريكا وفي اوروبا قبل كده مع سا سامتون، الفريق 21 سنه يمكن كمان، اعتقد انت لعبت ضد كابتن هاني رمزي كتير، فهو اللي هيقود معاك الحوار يا كابتن راضي. انا مش فاكر تفكرني عمر، انت بتفكر ماتشات مصر وتونس بطولة افريقيا او افريقيا وماتشات الوديه في 98 كمان كان في مباريات لعبتها ضد بعض. كابتن رادي طبعا ما شاء الله عامل طفره وطفره كبيره جدا والبلاي اوف، ويعني قول لنا، وطبعا بعد انت كنت موجود في ساوث هامبتون وبعد كده رحت التجربه الامريكيه. بالظبط. ف يعني بنقول لك اولا مبروك على الاداء التدريبي الرائع في مسيرتك لغايه دلوقتي، واسالك بقى ما بتفكرش بقى ترجع للبريمير ليج وساوث هامبتون في الفتره اللي جايه بعد طبعا اكيد الخبرات الكبيره اللي اكتسبتها خلال الفتره اللي فاتت؟ بالطبع متشكر شويه هاني. بالنسبه لي يعني الغرض بتاعي وجودي في امريكا هو طلع حسب الخبره، وصار نرجع للانجليزي تسع عام يعني تحاول نوصل يعني هي الحلم بتاعي، وان شاء الله نوصلها يعني بالخدمه والمثابره اللي نجد فلوس اللي بنجيبها الكثير الكثير من العمل وال طبعا يعني الصبر لانه يعني الموضوع مش كما كنا لاعب مدرب يعني في كثير من الادوات اللي يلعب بها المدرب الشراكة الموجودة ما بين طبعا ساوث هامبتون وهاتفورد الموجود حضرتك فيه دلوقتي، دي شراكة على المستوى النجوم او على مستوى تبادل النجوم او على مستوى ان ممكن جدا تأهيل واعطاء المدربين فرص لاكتساب الخبرات والعودة تاني لساوث هامبتون؟ شكل العلاقة شكل الشراكة شكلها ازاي؟ طبعا هي شراكه يعني بدائيه فيها نوع من الاستفاده للفريقين. الفريق بتاع الامريكي ارسنال مصحف يعني خبرات من اوروبا، ويعني لما اقترح علي الموضوع يعني في الموضوع بكل جديه، واختيار في سمسي سو سامسون يعني مع 29 سنه تحت 29 سنه كنت من المحطه يعني خبره في الاعتياد، ويعني صارنا بعض اللاعبين مثل لاعب اثر معايا في 99 سنه في معانا في امس، وعنده فرصه بسبب الخبره في الدرجه الثانيه يعني الامريكيه، فده كله يعني تعطي يعني الخبره والاستفاده لما نرجع لمستوى سامبتون ولا حتى فريق اخر يعني في امريكا كابتن راضي بنتمنى لك طبعا التوفيق وكل التوفيق، واكيد هنتابع مشوارك التدريبي وخبراتك التدريبيه ونتابع طبعا نجاحاتك، نجم من نجوم الكره التونسيه، شرفت قناه النادي الاهلي، وان شاء الله يعني الاسبوع اللي جاي كمان تقول لنا اخبارك ايه ونشوف مدرب تونسي ان شاء الله في البريمير ليج في ساوث هامبتون، ده يكون شيء رائع على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي. شكرا ليك، شكرا جزيلا.
مدرب طبعا زي ما بقول الشراكه مهمه كمان يا عمر، يعني قبل ما نخش ونكمل في موضوع ريال مدريد، لكن موضوع الشراكه ما بين الانديه على مستوى اوروبا مثلا، على مستوى في شراكه على مستوى اوروبا وبعض الفرق الامريكيه، على مستوى اوروبا وبعض الانديه في الصين او اليابان، ده برضه شيء مهم. يعني خليني اقول لحضرتك، تجربه راديج عايدي نفسها تقدر جدا، لانه هو بدا او هو انهى مسيرته الاحترافيه كلاعب في ساوثامبتون، كانوا بيلعبوا ليج 1 في الوقت ده. انا من مشجعي ساوثامبتون من زمان يعني متابعه. هو لما انهى مسيرته فضل انه يكمل في انجلترا، انه يبتدي ياخد رخصه تدريب من هناك، انه يبتدي يدرب. بدا مدير علاقات دوليه في ساوثامبتون، ثم انتقل للتدريب، بدا مع الاكاديمي، ثم بدا يتدرج مع فرق الناشئين والشباب، لحد ما وصل انه بقى المدير الفني لفريق الشباب، وقدر ياخد معاهم الدوري وقدر يصعد بيهم بريمير ليج 2. شفت له من سنتين اول ماتش بيلعبوا قدام مانشستر سيتي، هم بيلعبوا بنفس طريقه جوارديولا، قدر يلعب على الدفاع بتاعهم، كسب 4-3. شفت له ماتشات، هو مدرب طبعا واعد جدا. اعتقد انه رفض كمان عرض لتدريب منتخب تونس. كنت لسه هساله يعني، لكن موضوع ازاي يعني برضو منتخب تونس سنه كام؟ كان 91 لسه. لا 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 لا, لا, لا منتخب تونس اللي بعد 2019 على طول. في 2019 رفض انه يتولى منصب المدير الفني بعد آلان جيرس، لانه هو عنده مشروع لنفسه هو شايفه، وان ساوثامبتون كمان موفر له زي ما حضرتك قلت الشراكه مع نادي هارتفورد اتلتيك في أمريكا. انه يروح مدير فني، انه يوصل، انه كان هو مدير فني فريق شباب في ساوثامبتون، يروح امريكا مدير فني الفريق اول بينافس على الصعود للدوري الامريكي الممتاز لكره القدم، ويقدر يطور نفسه ويقدم ده عشان لما يرجع ساوثامبتون يقدروا يستفيدوا منه. المنهج نفسه ده اللي احنا بصدد مناقشته دلوقتي، المنهج فكره انا يبقى عندي شراكه مع نادي، انا اقدر ابني الكوادر التدريبيه بتاعتي. انه فكره كمان انه في مدرب عربي طموح، ويمكن حضرتك ليك تجربه برضو في بلجيكا، وقعدت بنادي ليرس بعد ما كان بيواجه ازمه في انه يبقى في الدوري البلجيكي الممتاز. النماذج دي نتمنى انها تزيد كمان الفتره اللي جايه. يمكن تجربه راديج عايدي كمان مع هارتفورد انها كانت صعبه، جت فتره الكورونا، يعني هو راح قبل الكورونا على طول، لما ظهر بقى موضوع الكورونا وقفت وابتدى يكمل بعد ما استؤنف وصل البلاي اوف. وصل بلاي اوف خلاص رسمي، اعتقد انه ماتشين كمان وينتهي عنده الموسم يلعب بلاي اوف، ممكن يصعد لاول مره في تاريخ هارتفورد اتلتيك. انا شايف انه التجربه نستفيد احنا منها في مصر يعني. وفكره كمان انه لما يتعرض عليه منتخب تونس، ودي فرصه يحلم بيها اي مدرب حقيقي. اي مدرب انه في السن كمان صغير يجي له عرض يدرب فريق منتخب بلده الفريق الاول، هو يرفض. لانه انا في تقديري الشخصي انه راجع عايد شايف انه لو درب منتخب تونس الصحافه هناك مش ترحمه، بعد شهرين ثلاثه معسكرين ثلاثه هيقولوا المدرب الوطني مش هينفع، عايزين واحد خواجه. مدرب لايبزيج لما تعرض عليه برضه ريال مدريد، قال له انا مش مستعد لريال مدريد دلوقتي، انا عندي لسه مشروع وعندي لسه خبرات لازم اكتسبها. وبالتالي عندهم تفكير مختلف شويه، ان هو ممكن جدا يقول لك لا، منتخب تونس طبعا قيمه كبيره جدا، لكن ممكن تكون نهايه مشواره تدريبي، وارد جدا يكون خسر هنا وهنا يعني. هي النقطه دي يا كابتن، انه بذل مجهود كبير، حتى قال كلمه في المداخله، قال الصبر، انه الصبر الكبير اللي اخده الفتره اللي فاتت ما حبش يضيعه في حته انه يروح مدرب منتخب تونس بعد شهرين ثلاثه يتقال له شكرا مع السلامه، يبقى فقد مكانه في ساوثامبتون وفقد مكانه في منتخب تونس، وما يعرفش هو يبقى الخطوه اللي بعدها ايه. اعتقد كمان يعني يا كابتن هاني، انه المثال بتاع ناجلسمان وانه رفض ريال مدريد ده مهم جدا طبعا. يمكن ناجلسمان كان معاه اسيستنت كوتش في هوفنهايم الفريد شرودر، هو دلوقتي اسيستنت كوتش الكومن في برشلونه، وبعد ما ناجلسمان مشي من هوفنهايم الفريد شرودر بقى هيد كوتش لهوفنهايم. فكره التدريب بتيجي بالتدريج، لازم تتعلم، لازم تكتسب خبرات، الموضوع ما بيجيش فجاه، ما ينفعش فجاه تبطل النهارده تبقى مدير فني ثاني يوم، الموضوع مش كده. ده هي كل مدير فني فعلا عنده مشروع، وعنده مشروعه الخاص، وعنده مشروع ورؤيه مختلفه عن اي حد يعني، كل واحد على حسب رؤيته وعلى حسب مشروعه. عمر بنشكرك شكرا جزيلا، الوقت بيعدي بسرعه جدا، بس ما تنساش وقفنا لغايه الشامبيونز ليج يعني. بالظبط، خلاص لسه هنكمل، لسه هنكمل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي معاك. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن هاني، وتحياتي لحضرتك حبيبي. شكرا ليك، دي كانت نهايه فقرتنا الثانيه. الفقره اللي جايه ان شاء الله فاصل، ونرجع نستقبل الكابتن الكبير احمد ناجي.